السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بيم فيوجن بيديني إمكانية إن أنا أعرف الإحداثيات بتاعة كل نقطة. فأنا مثلا لو جيت كده وقلت له كوردينيتس وحددت النقطة ديت، هيبدأ يجيب لي المعلومات الخاصة بالنقطة دي. طيب لو حددت نقطة فوق، هيبدأ يجيب لك الإحداثيات بتاعة النقطة دي والارتفاع بتاعها والحاجات دي. طيب لو في نقطة معينة أنا عايزها تبقى هي دي 0 0، عملت كده سيلكت، جاب لي الأرقام بتاعتها، عايز دي تبقى هي ال 0 0، فباجي على هنا الحساسات دي واقول له دي خليها 0 0 واقول له سيت كوردينيت. معنى كده ايه؟ معنى كده ان دي هي 0 0، ولو جيت هنا هيبدا يحسب دي تبعد قد ايه عن نقطه 0 0 ديت. تمام، فاصبحت دي على 17 و18 ونفس الحاجه. لو انا اخترت نقطه زي دي مثلا، واخد بالك ان الزد مثلا على 32، لا هخلي هنا الزد هو 0 و0 و0، اصبحت دي بالنسبه لي هي نقطه الاصل، واي نقطة تانية هيبدأ ينزل بيها لو هي اقل منها، فاصبحت دي نقطة 0 0. طيب لو انا خلصت اقول له ايه؟ ريستور اوريجينال، فيبدأ يجيب لي الاصل. طبعا مساش هنا ممكن تقول له ان انا عايز الوحدات بالمتريك او بالامبريال او باليو اس كاستمري يونتس، فتقدر تغير وحدة القياس اللي انت تحسب بيها، والارقام العشرية برضه تقدر تتحكم فيها من هنا.